تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات في هذا السباق وفي هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق الشوط التاسع، شوطنا التاسع من مجموعة أشواط هذا الصباح، وهذا الشوط مخصص لسن المفاريد وفئة الأبكار. أعداد هائلة تشارك في هذا الشوط، تمنياتنا بالتوفيق للجميع. أيضا المركز الأول والصدارة مباشرة، وضربة البداية مع الذيبة لسيد عبد الله بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. يتقدم الجميع على ظهر الذيبة. نقلتنا إلى المركز الثاني، ننتقل بحضراتكم إلى المركز الثاني وإلى انطلاقة مزون بشعار السيد مبارك بن راشد بن سالم. النابة المري يتقدم مع مزون على المركز الثاني، بينما الانتقال إلى المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وانطلقت شيمة علي بن عبد الله بن فهيد بن براك آل فهيد. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام، حفلنا الكريم يأتي الدخول والتسلل والانقضاض. يا سلام، شوف الدخول الخطير من قبل أمانة لسيد محسن بن حزام بن زيد بن نديلة. المري يتقدم مع أمانة على المركز الأول بعثرة هذا الشوط. المركز الثاني أيضا وصول خطير، أهالي الإجمالية يصلون مع الواعية، مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري تنفرد الثنتين على المركزين الأول والثاني. وبدت التعليمات، بدأ الرقص على المركز الأول وعلى الصدارة مع انطلاقة الواعية، وعت الواعية، ولكن أمانة على المركز الثاني ولم تصدر عليها التعليمات حتى الآن. يا سلام، الواعية، الواعية وأمانة أطلق التعليمات. يا مالك يا أمانة، انطلقت أمانة يا مالك واعية. أهالي الإجمالية ولا أيضا من ديلة على المركز الثاني. أمانة، أمانة والواعية، الواعية وأمانة واللحظات الخطيرة التي تفصل مما بين الثنتين. أمانة يا سلام، أمانة والواعية، الواعية يا الواعية، أهالي الإجمالية، السلام وين؟ التحدي الأخير، الانطلاق المثير، ولكن السلام يذهب مع أهالي الإجمالية في هذا الصباح. مشكور يا محمد بن عبيد السناري على هذا الفوز وعلى الانتزاع. أيضا الواعية للمركز الأول، مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري تنتزع المركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان من نصيب أمانة للسيد محسن بن حزام بن زيد بن نديلة. المري المركز الثالث وصلت جلد للسيد خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل، سرابة للسيد بطي بن سيف بن دايل الجفالي نعيمي. بينما المركز الخامس كان من نصيب دمعة للسيد ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظات وصولي الواعية إلى خط النهاية. تقطع المسافة في توقيت زمني ممتاز، دقيقتين و16 ثانية و51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الواعية مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، وسلام يا الإجمالية سلام. المركز الثاني كان من نصيب أمانة للسيد محسن بن حزام بن زيد بن نديلة. المري تقطع المسافة في دقيقتين و16 ثانية و73 جزء من الثانية، أدت عرض ممتاز، الله يقول الحق. المركز الثالث مشاهدينا الأفاضل وصلت في اللحظات الأخيرة جلد للسيد خالد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح. تقطع المسافة في دقيقتين و20 ثانية و48 جزء من الثانية.